بيبتدي فيلمنا النهاردة في إحدى الطرق المقطوعة في ألمانيا، لما بيركن الجراح هايتر عربيته بسبب عطل فيها، وبيلاقي وراه سواق مقطورة بيركن على جنب وبيدخل الغابة علشان يلبي نداء الطبيعة، وبياخد الجراح هايتر بندقيته الرش وبيتسحب من وراه وبيضربوا بيها. وبعد كده بننتقل لبنتين في أوائل العشرينات، وهم جيني ولاندسي اللي بيلبسوا وبيكونوا في طريقهم لملهى ليلي، لأن صاحب جيني مستنيها هناك، ولأنهم مش بيكونوا عارفين الطريق فبيتوهوا، وأثناء ما هم ماشيين بيفرقع كاوتش العربية فجأة، وطبعا دي مشكلة بالنسبة لهم لأن مفيش حد فيهم بيفهم في صيانة العربيات، ولما بيكلموا شركة الصيانة الشبكة مش بتلقط أصلا، وبيدخلوا جوه العربية لأنهم في طريق مقطوع، وبيستنوا فيها لحد ما بتعدي قصادهم عربية من الطريق التاني بيكون فيها راجل كبير، فبيطلبوا منه في الأول إنه يساعدهم في تغيير كاوتش العربية، لكنه بيكون عايز حاجة تانية منهم، وطبعا الاتنين بيرفضوا وبيقفلوا على نفسهم العربية وبيسيبوه يمشي. وبعد ما بيعدي وقت طويل على انتظارهم بيخرجوا يدوروا على أي بيت أو مكان يقدروا يتصلوا منه بشركة الصيانة، ولأنهم أغرب من مدينة نيويورك أصلا بيتوهوا للمرة التانية في الغابة، وبتعدي ساعة كاملة وهم عالقين فيها، وبعد شوية بيلاقوا قصادهم ضوء خفيف، ولما بيقربوا بيتضح لهم إنه بيت، فبيخبطوا في كل حتة بأقصى ما عندهم لأن الجو بيمطر جامد، وبيتضح إن صاحب البيت هو الجراح هايتر اللي بيسألهم في الأول إذا كان لوحدهم ولا لأ، وبعدين بيدخلهم وبتقول له لندسي إنها طالبة تتصل بشركة الصيانة علشان عربيتهم عطلانة، وبيوافق هايتر على طلبها، وبيدخل المطبخ وبيعمل نفسه كأنه بيتصل بيهم علشان يطمنوا، وبيجيب لهم كوبايتين مية بيحطوا فيهم حبوب مخدرة، وبيستنى لحد ما تدوب وبيقدمها ليهم، وبيقول لهم إنه اتصل بشركة صيانة تابعة وهم جايين خلال نص ساعة بالظبط، وده بيطمنهم من ناحيته. ولما بتوقع لندسي الكوباية بتاعتها بيتعصب هايتر جدا لأن المخدر مش هيشتغل كده، وبيزعق لها وبيسيبهم وبيمشي، فبيقلقوا الاتنين من رد فعله وبيكونوا عاوزين يخرجوا من البيت بأي شكل. ولما بينزل هايتر البدروم بتاعه واللي بيكون عبارة عن مكان كله أدوية، وبياخد حقنة من الدرج وبيروح لهم علشان يديهم فوطة يمسحوا بيها المية، وبيظهر على جيني التعب وبتفقد الوعي لأنها شربت الكوباية كلها. ولما بتسأله لندسي إيه اللي حصل بيقول لها إن ده تأثير مخدر بيسبب التوهان وفقدان الذاكرة. ولما بتتعب لندسي هي كمان وبتنزف من بقها بيطلع هايتر الحقنة وبيغرزها في رقبتها. وفي اليوم اللي بعده أول ما بيفوقوا بيلاقوا نفسهم في مكان شبه أوضة العمليات، وبيكونوا مربوطين في السرير، وبيتفاجئوا إن في شخص تالت جنبهم وهو سواق المقطورة اللي بيقول له هايتر إنه مش مطابق للنوع اللي هو عاوزه، وبكده هيضطروا إنه يقتله. وفعلا بيطلع حقنة من جيبه وبيحطها في الأنبوبة اللي بتنقلها في جسمه، وبيموت سواق المقطورة، وبيخرج هايتر علشان يدفن جثته في الغابة. ولما بيرجع البيت بيكون معاه واحد كمان اصطاده زي التانيين، وبياخده بعد كده وبيحطه في أوضة العمليات مع البنتين، وبيترجوهم ما التلاتة انه يفكهم لكنه بيتجاهلهم خالص، وبيعرفهم بنفسه وهو الدكتور الجراح جوزيف هايتر مختص في جراحة فصل التوأم، لكنه حاليا بقى متقاعد ومن 6 شهور عمل جراحة غريبة من نوعها، وهي انه حول 3 أشخاص طبيعيين في هيئة 3 كلاب متلاصقة. وبيبدأ يشرح لهم ازاي هيعمل كده، انه لما بيقطع أربطة الركبة وأربطة الساق في نفس الوقت الركبة بتنحني تماما وما بتكونش صالحة للاستخدام تاني، ولما بيقطع أسنان الفك العلوي والأسنان الجانبية بتنفرد الشفايف، وبعد كده هيكون في قطع بين الجلد والغشاء المخاطي للخلفية لحد ما تكون على شكل حلقة بيخيطها في الشخص اللي وراه عن طريق دقنه، وهكذا الشخص الثالث، وبكده يكون عمل 3 توائم متلاصقة. وطبعا رد الفعل اللي بيكون على وشهم وهو بيحكي لهم الكلام ده لا يوصف. تخيل واحد بيقولك انه هيخيطك في شخصين تانيين وانت ما عملتلوش حاجة اصلا. وبعد ما بيخدر الراجل الياباني وبيجي يخدر جيني بتستغل لندسي انشغاله وبتفك الرباط من ايدها وبتهرب من الأوضة، لكن غصب عنها بتجرح نفسها جامد لما بتشد الأنبوبة اللي في ايدها، ولأن كل الأبواب والشبابيك بتكون مقفولة بتروح لندسي تستخبى في أوضة فاضية وبتقفل على نفسها الباب، وبيحاول هايتر انه يفتحه لكنه بيفشل في كده. ولما بتيجي ناحية الباب الإزاز بتتفاجئ انه مستنيها هناك ومعاه بندقية الرش اللي بيكسر بيها الإزاز، وبتهرب لندسي بسرعة قبل ما بيوصل ليها، ومن لهفتها بتقع في حمام السباحة. ولما بيجي هايتر يضربها بالبندقية بيرجع في قراره وبيقول لها انه هيخليها الشخص اللي في النص بين التلاتة، وبكده هتتعذب الضعف،
وبيضغط بعد كده على زرار بيسحب المية من حمام السباحة، لكن لسوء حظه الكهرباء بتفصل، ولما بيروح يشوف ايه اللي حصل بتخرج لندسي بسرعة وبتروح لأوضة العمليات وبتسحب صاحبتها جيني معاها واللي بتكون فاقدة الوعي، وبيخرجوا من الباب الإزاز اللي هايتر كسره، ولما بيقربوا من الطريق بيلحقهم هايتر في آخر لحظة وبيضربها ببندقية الرش وبتقع لندسي جنب صاحبتها، وبياخدهم هايتر بعد كده وبيبدأ العملية بتحديد شكل الجراحة وخلع الأسنان في مشهد مقزز جدا. وفي اليوم اللي بعده بيفرح بطريقة هستيرية لأن العملية الغريبة بتاعته نجحت، وفعلا بيلتصق هما التلاتة ببعض، وبيكون الياباني الأول ولندسي في النص زي ما قال لها وجيني في الآخر، وبيسحبهم بعد كده في قفص وبيعملهم زي الكلاب بالظبط، كمثال إنه بيحط للياباني الجورنال في بقه وبيطلب منه إنه يوديه له وبيصفر له كأنه كلب، لكن الياباني بيرفض يعمل كده وبيستنى لحد ما يحط لهم أكل ويقعد هو ياكل وبيعض رجله، وطبعا هايتر بيتعصب وبيضربه برجله في وشه أكتر من مرة، وبيحذره إن لو عمل كده تاني هيخلع باقي أسنانه كلها وهو صاحي من غير ما يخدره. وعلى الرغم من إن دي مشاكل خيالية وصعبة، إلا إن المشكلة الأكبر لما بيعوز الياباني يتغوط، وطبعا لأن لندسي وراه فهي اللي بتتغذى على برازه، ولأن جيني وراها فدي بقى بتتغذى على البراز الناتج من براز الياباني، يعني حاجة في قمة القرف. وفي اليوم اللي بعده أثناء ما بينزل هايتر حمام السباحة بيحاول الياباني إنه يهرب، لكن هايتر بيشوفه في آخر لحظة وبيدخلهم هما التلاتة الأوضة وبيعذبهم بالضرب بالعصاية وهما من غير هدوم. وفي كل فترة بيطمن هايتر على صحتهم علشان يعيشوا أطول مدة، وبتكون جيني في حالة متأخرة وتقريبا بتحتضر، وبيقول لها هايتر إنه محتاج يبدلها، وفي نفس الوقت بيرن جرس التليفون، وأول ما هايتر بيفتح بيصرخوا هما التلاتة علشان المتصل يسمعهم، لكن إنهم بيفشلوا لأن الأوضة اللي هم فيها مقفولة تماما. وبيتضح إن المتصل هم المحققين كرانز وفولر اللي بيستقبلهم هايتر في بيته وبيقدم لهم كوبايتين مية بيكون حاطط فيهم المخدر، وبيسألوها المحققين إذا كان شاف بنتين أمريكيتين سايبين عربيتهم قريب من بيته، وبيقول له هايتر إنه مخرجش من بيته بقاله فترة طويلة أصلا وما يعرفش عنهم حاجة، وبيبلغوا كرانز إن في حد سمع صريخ بنت في البيت بتاعه، وكمان العربية بتاعته اتشافت في مكان قريب من المقطورة اللي صاحبها اختفى برضو فجأة، وإنه لازم يقدم لهم تفسير للكلام ده. فبيتعصب هايتر من كلامهم وبيوقع كوباية المية، وبيهدى بعد كده وبيتأسف لهم، وبيخرج يجيب منشفة وبيحضر حقنة التخدير معاه، وبيقول للتلاتة إن فيه اتنين جداد هيخضعوا للعملية، وده معناه إن فيه اتنين منهم هيتقتلوا بعد ساعات. ولما بيخرج بيقدر اليابان إنه يوصل للمشرد بتاعه من غير ما يعرف، وأثناء ما هايتر بينشف الأرض بتقع من إيده حقنة التخدير، وبيقول لهم إنه مريض بالسكر وإن دي حقنة الأنسولين بتاعته، وبيطلب كرانز منه إنه ينزل البدروم معاه علشان يفتشه ويتأكد إن مفيش حاجة، لكن هايتر بيرفض في الأول، لكنهم بيقولوا له إنهم هيخرجوا يجيبوا مذكرة تفتيش للمكان ويرجعوا في خلال ربع ساعة. ولما بيمشي بينزل هايتر البدروم بسرعة ومش بيلاقي حد فيه، ولما بيدخل الأوضة التانية بيتفاجئ بالياباني وهو بيغرز المشرط في رجله وركبته وبيخلع حتة من رقبته ببقه، وبيسيبوه بعد كده وبيطلعوا على السلالم علشان يخرجوا من البدروم، ولأن هايتر بسبع أرواح فبيقدر إنه يقوم تاني ويزحف وراهم، وطبعا التلاتة حركتهم بتكون بطيئة جدا، وبتشاور لهم لندسي على الأوضة اللي الإزاز بتاعها مكسور، لكنهم بيتفاجئوا إنه صلحوا، وبيحاول الياباني إنه يكسره بالأباجورة لكنه بيفشل في كده، وبيلاقي وراهم هايتر ومعاه المشرط، وبيمسك له الياباني قطعة زجاج علشان يهاجموا بيها، لكن عزيمته بتقل لما بيفتكر مشاكله مع عيلته اللي سابهم علشان يعيش لوحده في أمان، لكن ده ما حصلش، وبياخد قطعة الإزاز وبيشرح بيها رقبته، وبيسيبهم هايتر بعد كده وبينزل البدروم لأن المحققين وصلوا. وأثناء ما هم بيفتشوا في المكان بعد ما كسروا الباب بيفقد فولر الوعي جزئيا لأنه شرب من المية قبل كده، وبيلاقي كرانز الثلاث أشخاص المربوطين في بعض، وفجأة بيسمع صوت ضرب نار، وبيتضح إن هايتر قتل المحقق فولر ورماه في المية، ولما بيروح لكرانز بيقتله برضه، لكن قبل ما يموت بيضرب هايتر رصاصة في راسه بيخلص عليه بيها، وبيموتوا هما التلاتة. وبيتعلقوا البنتين في البيت لأن الياباني اللي في الأول مات، والفيلم بيخلص بعلامة استفهام، هل في حد هيقدر ينقذهم ولا حتى على ما يوصلوا لهم هيكونوا ماتوا؟ سيب لنا الإجابة وتوقعاتك في التعليقات، وبكده يكون انتهى فيلمنا. لو عجبك دوس لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. كنت معاكم أسماء مجدي ونشوفكم على خير.